السيارات عضو المجلس التنفيذي والمقرر المساعد لجنة الطوارئ التنفيذية، مدام كل عضو اللجنة، مدام أبونا طبعا، وأنا جبت الصالح المقرر وعضو الأمانة العامة، والدكتور جون عضو في اللجنة بتاع الطوارئ التنفيذية والشباب والثقافة البشرية، وبرضه الدكتورة ماجدة شاطر أما أشطر منها، والدكتور جمال أبو زيد برضو عضو في أكثر من لجنة، إنما الطوارئ التنفيذية دي واتسابونا أربية مكرم، ده بقى المقرر المساعد للجنة الشباب، وفي نفس الوقت وهو شباب شباب الشيخ وعضو لجنة الطوارئ التنفيذية وفي الثقافة البصرية أيضا، مش كده؟ اتسابونا أو المتابعة في لجنة تانية. لا انا في المدرسه الكليه للتدريس. دي طبعا بابا اصل الحال بقى زي بعض التدريس للتدريس. الحقيقه احنا بنشيد بالنشاط بتاع فرع بيت العيله في الفيوم، ده ليس مجامله طبعا، بس ابونا بدون دعم حضرتك وطبعا معالي السيد المحافظ ما كانش هيكون في النشاط ده، نشاط مميز الحقيقه، والتقارير بتيجي برضه، المدام بتحضر معانا اجتماعات، وفي حد استقبلني، واحنا لما عملنا لقاء يعني بدانا مبادره بعنوان معا من اجل حياه افضل، بعدنا بقى عن العناوين المتكرره، العيش الواحد والعيش المشترك، وقلنا كده يبقى ليه بريق، ويمكن الدكتوره ماجده تحب تضيف حاجه، ان هي الاسم جه خلال اللجنة وخليها دور فيه والدكتور جمال. فمن أول المحافظات اللي استقر رأي إن لازم اللجنة المركزية تروحها هي الفيوم، الفيوم لها جاذبية طبعا بوجودكم، يعني وجود النبع لها وتشريفكم لينا. وإحنا سعد على الأخبار اللي أنا بسمعها، يعني وأنا جاي شايف إن أبونا إمبارح كان في طمأنينة.